بعد غياب أكتر من 20 سنة عن الساحة الفنية. حبيناه في شريهان. معرفش ايه 700 قصة كده ده. اهلا بيكم في ثالث حلقة من برنامجكم حقيقة من تحت الملاية. حقيقة الصراحة انا احب اقول لكم بس على حقيقة صغيرة كده قبل ما نبدأ الحلقة. حلقة النهاردة اتصورت اكتر من مرة لاكتر من سبب. اول سبب ان احنا ما كناش هنعمل موضوع الحلقة عن شريهان، بس غيرنا رأينا بحلول شهر رمضان الكريم علينا. رمضان يعيده ويعيده عليكم يا رب بكل خير ان شاء الله. وتاني سبب اننا كنا بنحضر الحلقة لشخص تاني، وده اللي انتوا هتعرفوه في الحلقة الرابعة ان شاء الله. فيلا بينا نبدأ الحلقة بسرعة كده بإعلان شريهان اللي الصراحة أسعد قلوبنا جميعا في رمضان، واللي خلى رمضان السنة دي ليه طعم جميل جدا علينا. فيلا بينا نروح نشوف الإعلان ونرجع بسرعة لبعض. يلا بينا. عشنا شفنا وياما الدنيا كسرتنا، ولا عمرنا ليها قدرنا وفهمنا استسلمنا، ولا ثانية حاربنا. ما حصلش، حاربنا ولا ثانية استسلمنا، وفهمنا قدرنا عليها، ولا عمرنا كسرتنا الدنيا ويانا. شفنا وعشنا هي تدخلت بنفسها في أدق تفاصيل، والصور دي يمكن بتعرض لأول مرة. دي صور ميكينج وصور ليها بتعرض لأول مرة. طريقة التصوير، تكنيك التصوير، الفكرة، ألحان إيهاب عبد الواحد اللي ابتدت بمزيكة ألف ليلة وليلة، كلمات منة عدلي القيعي اللي فيها روح شريهان. ما حصلش،
يعني في كلمات كده تحسي ان دي شريهان اللي كاتبه مع منى، طبعا ديكور احمد شاكر خضير، مدير التصوير احمد المرسي، والمخرج طبعا محمد شاكر. ورجعنا لبعض تاني من بعد ما شفنا الاعلان وشفنا الفيديو. ناس كتير قوي شايفة ان الفيديو ده هو قصة حياة شريهان، حادثة حصلت لها، اصابات حصلت لها، فقامت بالسلامة، وفيديو يوحي الى القوة والارادة وعدم اليأس والكلام ده كله. هو فعلا هو موضوع النهاردة ان احنا ما نيأس، لا يأس مع الحياة. يعني هو ده فعلا اللي انا لما شفته من الاعلان حبيت اقوله لاي حد بيتفرج علينا، لا يأس مع الحياة. ليه تيأس؟ يعني ليه نيأس؟ ملهاش سبب، ملهاش علاقة، ملهاش دعوة باي حاجة. اسمح لي احتفظ بالاصل باصل القصة لغاية ما يجي يومها واحكيها، يعني يوم ما يجي مناسبة. لكن الحادثة كانت حادثة صعبة جدا. الحقيقي في هذا الموضوع انها فعلا عربية، فعلا سيارة، ازاي؟ وفعلا اتقلبت كذا مرة، وفعلا كانت حادثة بشعة. ظهري كسر، العمود الفقري، الحوض اتكسر، العصب الرجل اليمين اتقطع، العظم دخل في النخاع الشوكي. رحت ضيعت يعني. دكتور محمد الغوابي أصروا إن أنا أعمل عملية واحتمال يكون في أمل. أنا قلت إذا كده كده نايمة وكده كده مش هقعد وكده كده مش هقف، طب واي نوت ما أعمل عملية حتى لو فيها 1% أمل. سافرت على باريس لأنها كانت أقرب بلد، وبدأوا ياخدوا ديسيجن أنهي أقرب بلد، ألمانيا ولا أمريكا ولا باريس. ورحت على باريس للدكتور روا كامي، كتبوا لي على اقرار ان انا موافقه اني اعمل عمليه رغم اني عارفه انه مفيش امل اني اقف. ودخلت، ودخل العمليه دكتور سمير الملا كدكتور مصري رقيب على العمليه ودكتور الماني. طب الشخص ده عليه من ده بايه؟ يعني عليه من ده بايه؟ ما يستسلم ويقعد في سريره ويستنى الموت وخلاص. الشخص ده ما يقس، والشخص ده هو شريهان اللي فعلا بسطتنا جدا 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 بإطلالتها علينا في رمضان ده، واللي بجد كانت أحلى حاجة في رمضان ده. يعني أنا شايفها أحلى بكتير من مسلسلات رمضان كلها الصراحة. ولازم أحييها، هي لازم أحيي أولا اللي قدر يقنع شريهان إنها ترجع وتقدم العمل ده، الكوريوغرافي هاني أباظة اللي يعني كان ذكي جدا، لأنه أولا شريهان مش بترقص زي زمان. الناس كتير قالت لك بس هي ما بترقصش زي زمان. صح، هي ما بترقصش زي زمان، واظن ان ده كان مقصود وذكاء كبير، لانها بترقص بادوات العصر الحديث، ما بتعملش نوستالجيا العصر اللي فات، ما بتعملش الفوازير. وكمان في فرق سنين، في فرق 19 سنه، فلازم برغم ان على فكره مش محتاجه اقول لكم ده، بس شريهان تقدر ترقص زي زمان. شريهان الحمد لله الان قادره انها ترقص زي زمان، لكن هي اختارت انه، والكوريوجراف اللي معاها اختاروا ان الرقص يكون محسوب جدا، خاصه كمان ان احنا في رمضان. استخدام الضوء لكل الاشباح اللي بتخوفها، وكل ما بتدخل مكان بيجروا وراها، رمزية مهمة جدا لحاجات كتيرة حصلت لها، إشاعات وأقلام دبحتها وهي صغيرة. وأهم مشهد كان مشهد الحادثة، إزاي قدر مصمم الراقصات بصراحة أنه يعمل من الراقصين كلهم عربية، عربية الحادثة اللي اتقلبت كذا مرة. والأجمل بالنسبة لي هي ابتسامة الرضا على وشها، حبيته الحادثة اللي دمرت له فقرات ظهره وفقرات الحوض. فبعد كده بعد ما يقوم بالسلامة من بعد عمليتين، عملية تفشل وعملية تنجح، عشان يقوم بعد كده يلاقي ان جاله المرض الخبيث، ربنا يحفظنا ويحفظنا جميعا منه يا رب، ويلاقي نفسه دخل في دوامة جديدة ومشاكل جديدة. بعد غياب سنوات عادت النجمة المصرية القديرة شريهان إلى الشاشة عن طريق إعلان لإحدى شركات الاتصالات العاملة لنا من فترة طويلة. شريهان بالنسبة لنا هي كل الذكريات الحلوة لشبابنا،
وأيامنا الحلوة اللي كنا بنستنى فيها الفوازير ونتسمر فيها قدام التلفزيون عشان نحفظ التترات وننبهر بالفساتين. مين يقدر ينسى يعني فوازير شريهان في مصر لتخطف أنظار محبيها وتعيد إلى الأذهان أدوارها الرمضانية الرائعة وخاصة الفوازير. نجحت شريهان في تصدر قائمة الترند على موقع تويتر، وده مش رأيي أنا بس، ده رأيي ورأي الإعلام جميعا. وأنا برأيي الشخصي بتمنى 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 إن أي شركة إنتاج محترمة تعمل لشريهان حاجة، لإما دوكيومنتري عن حياتها يتعرض في رمضان على شكل مسلسل، لإما حاجة بسيطة جدا زي كفوازير، وده يبقى أقل إهداء جدا لشريهان بعد الغيبة الطويلة دي لجمهورها. من خلال إعادة تداول الإعلان بكثافة على السوشيال ميديا، معبرين عن شوقهم الكبير لأعمالها الاستعراضية والتمثيلية عام، حيث تطل شريهان من جديد على جمهورها بعد غياب 19 عام عن الفن إثر توقيع عقود الحملة الإعلانية، وبلغ أجر شريهان مليوني دولار. بس نبقى الكلام واضح وصريح، كانت حادثة مدبرة، وبعد الحادثة المدبرة دي قعدت كومة عمليات كتيرة جدا بسبب إصابات في الظهر والنخاع الشوكي والحوض، أدى لذلك سفرها لألمانيا ثم باريس ثم ألمانيا ثم باريس عشان تحل المشكلة دي، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي وعلى لسان شريهان ايه أسرار الحادثة وايه الأسرار اللي حصلت لها. دخل والعملية أخذت تقريبا 9 ساعات ونص، ودخلت بعد كده على الإنعاش يومين، وقعدت 6 أشهر بالحزام، وتعبت جدا 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 عشان أقدر أقف، مفيش نويني أقوم نويني أقف نويني، مش قادرة أحكي لك على العذاب اللي أنا شفته، مش قادرة أقول لك على الألام اللي أنا شفتها، مش بس من ألام الوجع، لا من ألام كمان الأقلام اللي كانت ما بتطبطبش عليا في فترة أنا اديت للفن برضو، مش مديتش حتى لو ليا أخطائي، إنما أنا كإنسانة عملت حادثة محتاجة منكم دلوقتي أجري عندكم إنكم تطبطبوا عليا وتدعولي. ده أنا لو إيه يعني، لو متعرفونيش اللهم لاش ماتة يعني، شفت ألام من ألام العملية ومن ألام الأقلام غير طبيعي. كنت وقتها أنا عندي خراطيم هنا وخراطيم هنا وخراطيم في إيدي وفي بطني وفي ظهري وفي رجلي، مش قادرة أحكي لك أنا كنت عاملة إزاي، ما فيش حركة، متربطة في السرير، ما ينفعش أعمل كده، ما ينفعش أتكلم، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى كان الدكتور يقول لي كمان 6 أشهر يمكن تقفي مثلا، لكمان شهرين. فبالليل أدي الممرضة النيرس فلوس، لا أقوميني أقوم، يجي تاني يوم لقيني وقفت، يقولي 2 أسبوع هقعدك على الكرسي، يجي تاني يوم لقيني قعدت، أقول لها قعديني مع أنه غلط، ده مش مفروض، يقولي هتنزلي سلمة كمان يومين وبعد 13 يوم سلمة، يجي تاني يوم لقيني نزلت دور، ما أحكي لكش الألام اللي ممكن، محتاجة أنكم إن شاء الله تقومي لنا بالسلامة. أنا في ناس ما عرفهاش بسمع انهم عملوا حادثة بعد، اقول يا رب ربنا يقومه بالسلامة، ربنا ما يورينا، ربنا ما يوري حد اللي هتشوفه ولا اللي هيشوفه. محدش يتمنى لحد ألم ولا وجع انزل فيها واطلع يعني، فكنت بحاول على قد ما اقدر اللي بيقولوا بعد 6 أشهر بعمله النهاردة، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى طبعا قبل ده كله أراد وحط فيها الإرادة، كنت عايزة أقوم وارجع وقفت، واخدت علاج طبيعي تقريبا 6 أشهر، اخدت سنة تقريبا في السرير ورجعت، وبعد كده كسرت تاني، بعدها بسنة كسرت تاني ورجعت باريس تاني، واللي اكتشف في امريكا عفوا قبل باريس فين الكسر اللي في ظهري مش الامريكيين، مش كان دكتور ديفيد واتفورد، استاذ دكتور واكامي اللي عمل لي العمليه الاولى، اللي اكتشف الكسر من ايه بيقولوا ما فيكيش حاجه ومش قادره اقف زي الماريونات اتطبقت على الارض، دكتور محمد الغوابي الله يرحمه، هو اللي حطني في وضع معين في الاشعه، عارف انه
مسمارين اتكسروا في ظهري، مسمار مشي في الجسم ومسمار اتكسر متعلم. في امريكا حبوا يفتحوا من قدام، وفي باريس الدكتور قال لي تعالي بسرعه هفتح تاني من ورا. انا عارف ظهري كويس لانه العمود اتلحم من ورا ومن هنا اتكسر. ففي امريكا عايزين يفتحوا من هنا بدل ما يكسروا من ورا تاني، وفي باريس قال لي لا انا عارف هخش منين. نزلت تاني على باريس واخدت سنه تاني في السرير، ورجعت بعد 3 سنين تقريبا للجمهور. مش قادرة احكي لك الحب اللي انا شفته منهم، من جميع انحاء العالم، من السودان، من لبنان، من ليبيا، من مصر، من افريقيا، من امريكا. ما فيش حد ما كانش بيكلمني قومي بندعي لك، ذبحنا لك في الكعبة، ختمنا لك القرآن. مش قادرة احكي لك، بقيت عايزة أقوم مش عارفة أمسك تليفون حد في بلد أشكره. شريهان شخص فعلا 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 انا شايف ان هو قاهر اليأس، ممكن نسميها قاهرة اليأس الاولى في مصر. يعني قاهرة اليأس ده ممكن يبقى حتى تتر المسلسل بتاع الدوكيومنتري بتاعها. في حاجات كتير جدا انا شايفها في شريهان الصراحة اكتر من انها فنانة ناجحة وجميلة ولذيذة وكل الكلام ده، شايف انها بطل من ابطال مصر. شايف كده اللي بيروح يعلق ميدالية في الاولمبياد، انا شايف راحت علقت ميدالية في الاولمبياد، بس في رياضة ايه بقى؟ في رياضة عدم اليأس. والرسالة اللي رجعت علشان تقولها للناس وتحضن بيها كل جمهورها زي ما هي قالت، وتقول لكل اللي بيحبوها شكرا، شكرا على حبكم، على اشتياقكم، على انتظاركم ليا. رجعت شريهان في الإعلان اللي احنا شفناه بكل إشراق وبكل حيوية عشان تقول للناس إن حبهم ده هو اللي ساعدها بعد في علش ربنا سبحانه وتعالى. رجعت عشان تحكي حكايتها، حكاية الفن والنجاح والنجومية والألم والانكسار والقوة والتحدي، وعشان تقول لكل الناس مفيش مستحيل ومفيش انكسار، لو شريهان قدرت انت كمان تقدر. للي ما يعرفش بقى الأسرار المهمة جدا اللي كانت في الموضوع ده، فأنا أحب أعرفها له. في كده كام سر في حياة شريهان محدش ممكن يبقى عارفهم قوي، وناس ممكن تبقى عارفاهم او سمعت حتى عنها بس مش متاكده، فانا نحب ناكد المعلومه. يلا بينا ناكد. ظهرت الفنانه الجميله ونجمه الفوازير شريهان في اعلان جديد السنه دي لشركه فودافون، وكانت فكره الاعلان انه بيحكي حياه الفنانه شريهان والصعوبات الكتير اللي قابلتها في حياتها، ورغم كل ده الا انها قدرت تقف من تاني وتكمل حياتها. فهنلاقي مثلا شريهان بتحكي في الاعلان الحادثة اللي تعرضت ليها في أواخر التمانينات، والعمليات اللي دخلت تعملها نتيجة الحادثة دي اللي سببت ليها كسر في الحوض وكسر في العمود الفقري. والحقيقة الإعلان ده فكرنا بالكلام اللي كان بيتقال زمان، إن كان في علاقة حب بتجمع علاء مبارك وشريهان، لكن لما الموضوع وصل لسوزان مبارك قررت إنها تتخلص من شريهان بأي طريقة عشان تمنع العلاقة دي اللي من وجهة نظرها هي علاقة مشبوهة، فدبرت ليها الحادثة دي اللي كانت هتقضي على حياتها. وده اللي بتحكيه شريهان بنفسها في الإعلان، فهنلاقيها في جزء من الإعلان شريهان بتحاول إنها تدخل لواحد والشخص ده حواليه حراسة كتير، وفعلا في الآخر بتنجح إنها تدخل له، وبعدها بتحصل لها الحادثة اللي كانت هتقضي على حياتها. والحقيقة الإعلان ده عمل ضجة كبيرة جدا وأثار الجدل بطريقة رهيبة في اليومين اللي فاتوا. ففي اللي كان شايف إن بالإعلان ده شريهان بتأكد الكلام اللي كان بيتقال زمان بخصوص محاولة التخلص منها عن طريق الحادثة دي، وفي اللي مفهمش الإعلان واتنمر على شكل شريهان في الإعلان، لدرجة إن في ناس قالت إزاي دي خارجة من كانسر، يعني المفروض كانت بتتعالج بالكيماوي، إزاي يبقى شعرها طويل كده. كمان في ناس تانية اتنمرت على شكلها والتغيير اللي حصل فيه بسبب كبر سنها. كل ده عرض الفنانة شريهان لحالة نفسية صعبة جدا، لدرجة إنها بكت وانهارت من البكاء بعد تعرضها للتنمر ده. ومن ناحية تانية وفي أول رد فعل ناري منه، اتقال ان علاء مبارك بعد ما شاف الاعلان ده حاول انه يمنعه من العرض باي طريقة، لكن طبعا معرفش يمنعه. كمان اتقال ان اجر الفنانة شريهان في الاعلان ده كان مبالغ فيه جدا، وانها خدت مبلغ 2 مليون دولار. انت فوق ما انت ممكن تتخيلها، لو سمعتوا قصة شريهان كاملة انتوا فعلا هتتعبوا نفسيا، وفعلا هتفهموا قد ايه ان مشاكل الواحد تافهة قوي جنب مشاكل غيره، والحمد لله رب على اي مشكلة. بعد ما شفنا كل الكلام الجميل ده، ف
مش هعيدها لكم تاني، لا يأس مع الحياة. يا رب تكون الحلقة النهاردة عجبتكم، ان شاء الله استنونا في الحلقة اللي جاية. رب يعود عليكم رمضان دايما بخير ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة عليكم ان شاء الله. لو ما عجبوش الحلقة يا ريت يشرب من البحر. السلام عليكم، باي باي.